نهاية الحكاية نقول توتا توتا، وهنا من البداية سوف نقول توتا 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 يا صغار، حكاية حلوة مسلية تابعوها باستمرار مع كل حكاية أغنية حكاية ظريفة أغاني لطيفة فيها الفائدة والتسلية توتا توتا يا صغار، حكاية حلوة مسلية تابعوها باستمرار مع كل حكاية أغنية توتا توتا يا صغار. لدى السيد قط والسيدة قطة ابن لطيف اسمه بيسو. بيسو يحب مدرسته كثيراً، لكنه هل حفظت حرف الباء وحرف السين يا بيسو؟ إنها صعبة جدا. الأحرف الأبجدية هي أساس القراءة والكتابة، يجب عليك أن تحفظها جيدا. حاضر يا أمي، سأحفظها فيما بعد، دعيني أساعدك على صنع الكعك الآن. حسنا، ولكن عليك أن تحفظ الحروف بعد أن ننتهي. مياو هي هي، أحب صنع الكعك اللذيذ. مياو مياو. أولا علينا أن نحضر كل ما نحتاج إليه لصنع الكعك ونرتبه على الطاولة أمامنا. أحضر أنت السكر من الخزانة. حاضر. ماما، أي واحدة علبة السكر؟ على اليمين أم على اليسار؟ أنا لا أراها يا بيسو، اقرأ ما كتب عليها وستعرف بنفسك. تبدأ بحرف السين. سكر، أنت تعرف شكل حرف السين، أليس كذلك؟ لكنه يبدو مختلفاً. انظر بيسو، حرف السين في أول الكلمة، خط طويل نائم وله ثلاثة أسنان. حرف السين في أول الكلمة، خط طويل نائم له ثلاثة أسنان، سهلة جدا. والآن احضري البيضة من الثلاجة. مياو 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 مياو. في أي علبة تضعين البيض يا ماما؟ في علبة كتب عليها بيض، أول حرف منها باء. باء، هل تعرف شكل الباء؟ الباء الباء الباء، نعم أعرفه، له نقطة، ولكن نقطة فوقه أم نقطة تحته؟ ترى أين؟ انظر يا بيسو، حرف الباء في أول الكلمة، سن قصير تحته نقطة. عرفته، الباء سن قصير تحته نقطة، سهل جدا. كل شيء صار على الطاولة. هي مياو، هيا لنبدأ يا أمي، أحب صنع الكعك. ما رأيك أن نصنع حروفا من الكعك يا ماما؟
رائعة. أنا سأصنع حرف الباء وحرف السين. ميو ميو. وأنا سأصنع حرفاً أيضاً، لكنني لن أخبركما ما هو الحرف. وأنا صنعت حرف الياء. وأنا صنعت حرف الواو. واو. بي 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 بيسو 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 اسمي أنا. شكله سهل.